افتتح الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بكليم بي سيبستان افتتح المكتب الفرعي للحزب بحارة بط البقرة بالدائرة السابعة وشطاء حشد كبير من مناصري الحزب. الحسين النور يوسف. بحضور عدد من أعضاء المكتب الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، جاء تكوين المكتب الفرعي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بحيبوت البقرة بالدائرة السابعة. المكتب الجديد للحزب الذي يتكون أعضاؤه من 21 شخصا يترأسهم جيمبا ديزومبي. في كلمته بهذه المناسبة، الأمين العام الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي طلب من مناضلي الحزب العمل بجد لأن أمامهم أعمال شاقة. انستالاسيون أنا اليوم ده مارك رانتري بوليتيك في بودالبقر. وناس أنا بيرو أوين ورجال على كومبوزي بيرو أنا سكسيون أنا بودالبقر كالي رابودو سلو أنا عشان إلكسيون دول فادال غريب إن إلكسيون فادال غريب دا إنتي بارتي كان ما أزالا ميليتان دول ما في دا ما نقدرو نساو كدمي أجيل ما نقدرو نغاني إلكسيون ما في. الرئيس الفرعي لمكتب حزب التجمع الوطني الديمقراطي بحيبوت البقرة عقب تنصيبه أكد بأن حيبوت البقرة يضم عدد من مناضلي ومناضلات الحزب، لذا يجب عليهم الوقوف كرجل واحد حتى يرفعوا راية الحزب عالية في كل الأوقات. وفي نهاية المناسبة تم فتح المكتب رسميا من قبل الأمين العام الوطني لحزب التجمع الوطني الديمقراطي رندتيلي ريفي.